اصل امي مره مكافحه يا باشا، امي مره مكافحه وتعبانه وليا اصليه. اه انت عارف يا باشا الناس بتوع التلفزيون دول لو شافوها هيدوها حج وعمره ورحله المارينا، هيعملوا حاجات، بس احنا نوصل بقى لمين بقى هناك في التلفزيون؟ انت عارف بقى دنيا تانيه. انت عارف يا باشا لولا الست ديت كنت انا واخواتي الاربعه ضعنا، بس هي لما اخذت قعدت علينا ذكر. ذكر قعدت علينا اه يعني ربتنا وكبرتنا، امال ايه لغايه ما بقينا رجاله انا واخواتي الاربعه. واخواتك الاربعه فين دلوقتي؟ في السجن يا باشا، واحد هجام والتاني فتح خزن والتالت بتاع شقق والرابع مظلوم يا باشا. انا بقوله النبي يا ناجي بنلحق نخش في الموضوع قبل ما البيت يقع. شوف عبد الجليل. ايوه باشا. احنا هنسرق بنك. الله اكبر الله اكبر، يا دعاك اللي جاب ياما، يا دعاك اللي جاب ياما، يا دي عم اسعد. انا عايز اقول له ان امي دعاها جاب يا باشا. البنك ده في اسرائيل، ان شاء الله يكون في ميدان لبنان. هنروح طالما فلوسه صاحيه يا باشا، ما طالما بص هنشقلطه ونجيبه ونخلصه. امال ايه الفاتحه يا باشا؟ ان ربنا يوفقنا. شاف الناس، هي كلمة ورد غطاها، مش أسئلة وغلبة وقلب الدماغ. آمين. بقولك يا باشا، لما أخصى كده أنا كنت عايز سلفة تحت الحساب لغاية ما ربنا ويكرمنا يعني ونهبق على البنك ونشطب عليه تماماً. بس السلفة دي مهمة قوي. ليه بقى يا باشا؟ عشان أنا الولع عشة بتاع القهوة عليها ليه 16 جنيه، فبصراحة منظري كده بقى في الحتة مش نضيف شوية يعني. معلش بس كنا بنتقل عليك يعني. وأنا بقول الحاجة الساعة ما جاتش دي. يا مجنون يا ابن الغسالة، يا مجنون يا ابن الغسالة. هو مش دكتور قال لك أمك عندها كشكشة في العظام؟ تقوم تقعد عليا؟ مش كده يا ماما، مش كده رجاله يا ماما، مش كده مش كده. مساء الخير يا حبيبي. مساء النور يا اخويا، والنبي اخويا الواد عبد الجليل ده طيب، ده عبد الجليل امير وشيلني من على الارض شيء، لو خدتوه هترجعولي قفاش بريق، وانا ما حلتش غير هو اللي بيشني وبيوديني ويجيبني. بتحلم ولا حاجه؟ معلش يا باشا معلش، اصل الحكومه دايما هم مش دول ياما، مش دول الحكومه ياما، ده ناجي بيه عطا الله اللي انا قلت لك عليها وليا. ادعي لنا بقى كده دعوتين حلوين يلا ياما، ادعي لنا. ها ادعي لنا دعوتين ربنا يوفقنا في المصلحه اللي احنا رايحينها. قرايه وانا هدعي لكم. ادعي لنا ياما يلا يلا ادعي. الهي ينصركم على مين يعاديكم. امين. الهي وانت جاهي وفقكم وتروحوا وترجعوا بالسلام. امين. الهي يجعل لكم في كل خطوه سلامه. امين. الهي يكسيكم ما يعريكم. امين. الحلال بين والحرام بين. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى وهب الانسان بجهاز انذار داخلي، يوم لما الانسان يهم او يحاول ان يقبل على الحرام او المعصيه والعياذ بالله، الجهاز ده يحصل فيه ايه؟ يرن. والمنبه ده لو باظ يخسر الإنسان دنيته وآخرته والعياذ بالله. وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخير، وجعل نهاركم نادي بإذن الله. ازيك يا شيخ حسن؟
بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ناجي باشا عطا الله. والله العظيم ثلاثة، ومالك علي يمين؟ انت ليك وحشة يا ناجي باشا. وانت عمرك ما غبت عن بالي يا شو حسن، ازيك؟ الحمد لله، نشكره ونحمد فضله. صدق بالله ناجي باشا، لا إله إلا الله، أنت زرتني في المنام مرتين متتاليتين في ليلتين منذ يومين. الله أكبر. جئتني فاردا لي ذراعيك بشوش الوجه مشرقة، مادا لي يدك وتقول لي أنا عايزك معايا يا شيخ حسن. فعلا أنا عايزك معايا يا شيخ حسن. الله أكبر الله أكبر، هذه هي رسائل القلوب. أعرفك بالإخوة المحترمين، دول بقى يعني أولادي وإخواتي الصغيرين، زاهر، حسام، تهامي، إبراهيم، عبد الجليل. الحياء سمة المؤمن الصحيح. أهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا. ما شاء الله ما شاء الله، سماهم على وجوههم، ربنا يكرمكم إن شاء الله. الشيخ حسن بقى أولاد كان سول فني في مصانع الذخيرة والأسلحة في الجيش، بس طلع معاش مبكر، بس إيه كان قسطة، دماغ دماغ يعني. أيام بقى ناجبيه أيام. شوف يا شيخ حسن، احنا جايين لك عشان شغل. مش قلت لك ابن حلال؟ والله العظيم يا ناجبيه ومالك علي يمين، الحال واقف واقفة ما يعلم بيها غير ربنا سبحانه وتعالى. انت بتصرف منين يا شيخ حسن؟ اهو الأوقاف كانت مخصصنا مبلغ كل شهر، اهو كان نوايا بيسند الزير ده، بالإضافة بقى لشوية الحاجات اللي بنبيعها على باب المسجد، شوية سبح على شوية سواك على شوية روايح مسك وعنبر وما شابه ذلك. لكن تقول ايه بقى يا ناجي باشا في اللي عاوزين يقطعوا عيش دول وبعتين شكاوى وعايزين يصحوا القضية القديمة؟ انت القضية دي مش خدت فيها براءة باين؟ لا اخدت 3 سنين وخلصتهم والحمد لله. لكن تقول ايه بقى يا ناجي باشا، الناس عاوزين يقطعوا عيشي. ما تقولش كده يا شو حسن، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرزق. ونعم بالله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. اللهم افتح عليك يا شيخ حسن. والشغل يا ناجي باشا اللي سعادتك عاوزني فيه، يعني اقصد يعني العائد منه، هل سيوفر حياه كريمه ومعقوله؟ انا لا اقصد بالكريمه والمعقوله يعني الرفاهيه ورغد العيش، انا اقصد الاساسيات. كريمه ايه ومعقوله ايه يا شيخ حسن؟ هي شغلانه واحده هتعملها معانا وهترتاح بعد كده طول عمرك انت واسرتك واولادك. ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر، طول عمرك وش السعد والخير يا ناجي باشا، وما طبيعه هذا العمل؟ شوف يا شيخ حسن، احنا هنسرق بنك. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، حد الله ما بيني وبين الحرام يا ناجي باشا. احنا هنسرق بنك في اسرائيل. وان ينصركم الله فلا غالب لكم، لنقرا الفاتحه. Thank you.